خطمنا على مدار 3 أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2020 الدورة السابعة من المهرجان تحت الشعار سفر عبر الشعر. وهذا الشعار اقتضته الظروف الوبائية التي يعرفها المغرب كسائر البلدان الأخرى. وهذه الدورة عرفت تكريم الشاعر عبد الله القرني من المغرب والشاعر منعم الفقير من العراق. وشارك في هذه الدورة 30 شاعرا من 27 دولة، وقد حققت نجاحا لأن هناك تنويع على مستوى اللغات وعلى مستوى انتماءات الشعراء، لأن حققنا هدفا يتلخص في مشاركة جميع القارات، بحيث شاركت اليابان وبنغلاديش والهند ومن أمريكا اللاتينية البيرو والشيلي والإكوادور، ومن إفريقيا كان هناك أيضا حضور إفريقي من جزر موريس والكاميرون والكونغو برازافيل، إضافة إلى دول عربية ساهمت أيضا في إغناء وإثراء هذه الدورة كالجزائر ومصر وسوريا والعراق بطبيعة الحال وفلسطين أيضا ومصر. ثم إن هذه الدورة بحكم تعدد اللغات فقد حضرنا لجنة مكونة من أعضاء الجمعية ومن شعراء أجانب هم أصدقاء المهرجان، فهناك الأستاذة عفيفة معيلات والأستاذة سناء الزعيم والأستاذ السحمد المتصدق وشخصي، إضافة إلى شاعرة برتغالية صديقة المهرجان ماريا شواو كونتينو التي كانت تتواصل باللغة الإنجليزية، والشاعرة ناتاليا فرنانديز من إسبانيا التي كانت تتواصل مع الشعراء الذين ينطقون باللغة الإسبانية. هذه اللجنة حققت مساعيها في تحفيز الشعراء على المشاركة من جهة، وفي الوقت نفسه على ضبط ذلك التواصل كي يكون ناجحا. نجاح هذه الدورة يعود إلى تكتل العمل بالنسبة لكل أعضاء الجمعية بدون استثناء، وفي الوقت ذاته باسم أعضاء الجمعية وباسم كل الشعراء المشاركين نتقدم بالشكر الجزيل للسيد مدير المديرية الجهوية للثقافة جهة مراكش أسفي على الشراكة التي أقمنا مع المؤسسة لإنجاح هذه المهرجان. وكما أتقدم بالشكر إلى السيد عبد الفتاح الخوادري وإلى الأستاذة ميلودا الكعموشي وإلى الأستاذ خالد بغدادي وكافة أطر المديرية على مساندتهم لنا.